take the field now. Unify us, make us feel proud. In the streets our hands are lifting. As we lose our inhibition, celebration, it surrounds us. Every nation, all around us. Quand l'on avance ensemble, dans la croix comme dans la défaite, célébration, sauvée d'offense, on a tous le même refrain en tête. We all say, on est des soldats, sans armes au combat. Ce soir la vision, c'est de chanter dans les stades. Chanter dans les stades, chanter dans les stades. Chanter dans les stades, chanter dans les stades. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. So wave your flag, now wave your flag. Now wave your flag, now wave. Passion. Derrière 11 hommes, une seule nation. Nous les enfants, aux vies sévères. Voir nos champions nous fait rêver. Dans les rues, nos mains sont en l'air. ديال بيجي 10 اهداف كبيره كي رصيد النادي الافريقي. شويه لفريق عنده امكانيات كبيره. جيد المرور، ممتاز التمرير، محمد السنيد يمر وضربه الجزاء. ضربه الجزاء بعد توغل طيب من محمد السليدي والعرقله من محمد علي يعقوبي. ضربه الجزاء لا غلطه انهزموا نظامهم امام الافريقي في المره الاولى من البطوله. واحد بلاش هدف عبد المؤمن رجابو. باب زي تمشي الكره من جديد، لكن تبيع من جديد. بادين بيزا يتدخل تاب كيل ويخرج حسين البراكي. زهير الذويتي يضغط تاب كيل. شأنها باش تعمق أكثر فأكثر. اختار أنه يحكم منذ البداية نبيل الفوكي. أخرج برشا كلمات على كوتش النادي الإفريقي. عمل جديد لحمزة جلاسي. آدم تراوري باب جي يبحث على المباحث الأولمبي البيجي. يرجع لعاطف المازني إلى أندر لخن إلى النادي الإفريقي. كونغوليا أسيا في هذا الموسم. آدم تراوري طيب الميزي، لكن قلة تركيز تراوري في التمرير وقلة تركيز من الذويدي في التمرير تخلي برشا كرات عشوائية. سيبر حسين لكن مقطوع الكرة من جديد. باب جي يمر لحسين جابري، حاول يمر طول الوطنية ترجع الكرة مقطوعة من خالد السويسي. باب جي في التماس، تراوري يقول له لا. موجود لاعب ارتكاز الاولمبي البيجي ادم تراوري. على الدفاعيه تمشي للنفسي. باب جي في وسط الميدان يمرر لعاطف الميز. التغطيه الدفاعيه خرج كورتو يستقبلها زهير الذويدي. باب جي في مرحله ثانيه ادم تراوري. باب جي وسام الحدادي. ادم تراوري نزلت الكره حوزة الاولمبي البيجي. حسين جابر feel proud. In the streets our hands are lifting. As we lose our inhibition, celebration, it surrounds us. Every nation all around us. Quand l'on avance ensemble, dans la croix comme dans la défaite, célébration, sauvée d'offense, on a tous le même refrain en tête. We all say, on est des soldats sans armes au combat. Par la vision, c'est de chanter dans les stades, chanter dans les stades, chanter dans les stades, chanter dans les stades, chanter dans les. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. So wave your flag, now wave your flag, now wave your flag, now wave your. Oh, une seule passion. Derrière 11 hommes, une seule nation. Nous les enfants, aux vies sévères. Voir nos champions nous fait rêver. Dans les rues, nos mains sont en l'air. Marque nos humeurs, joie comme colère. Tous unis sous
issu, on a gagné tant que l'on avance ensemble. Dans la gloire comme dans la défaite, célébration sous offense. On est le Missiwi, Taoud Menjadid Mohamed Atweti, Dakhal Laba Top Gay, Axel مهدي الورتيني التوزيع من مهدي الورتيني محمد الكويتي فما توب جاي يتدخل في اللقطة الأخيرة كانت فرصة مصاح للمستقبل يدي بمرسب وبكر التنبادو يرفع الكرة عالية تدخل ما زالت الكرة للمستقبل يدي دفاع الأولمبي بيجي بليل يكن بليل يكن من الكرة التوب جاي توب جاي كرة من أحمد ودخل هجوم للترجي التونسي حاول التمرير اللاعب بن عمر لكن تقبل خطورة الترجي ومن امكانيات لاعبيه تذكر الترجي خاض مباراة في وقت الاسبوع كان من الفريق الحلبي تعود لهذه المباراة ملعب ابو جمعة الاثنين لمحاولة التوزيع ترجع الكورة من جديد للترجي ريال التونسي تدخل المدافع فقط صفقة في تاريخ اللاعبين التونسيين تتحول مساعد جونفي الى فريق الاخوية القطري تدخلات حاسمة معناها امام كل متراوي ويأخذ الفريق نتاعو من هدفين البليلي نشيط البليلي منذ دخوله يعني بدوز كرة الجزائر فعل الترجي التونسي في هذه المباراة مجدي تراوس اصطدم الكرة من لاعب بوبكي كرة للاعب عاطف الميزلي على الجهة اليمنى عاطف الميزلي أمامه اللاعب المولي مازال ميزلي أول مباراة رسمية ليه وسادس مدرب يشرف على تشكيلة الأولمبي في هذا الموسم ماهر أكيد معطيات لقدم الأولمبي الباجي في الفترة الأولى بالطبيعة تقدم بثلاثة بلاش ماهوش معناها وليد الصدفة ولا ليجي دخل تحت المنتصف من مواداماي دخل بوكي تبدا اكيد سبحة درمالي التوزيع سبحة درمالي مساكني لكن تدخل منها هذا ما ارجع رجع برشا للوراء يعني هذا طبيعي متقدم الاهلي مقابل صفر ترجي يوسف وخالد العياري خالد الملهي يرفع الكرة على الجهة اليسرى على اليسار فوز يقص لعب بوكي نشيط الجمهور في الملعب الحائل لنزول الفريق الثالث في الفترة الثانية لذلك عودة الجماهير لهذه المسجدين تعود العويلي يرجع مع بوكي بوكي حول يرفع الكرة اللعب على الجهة نشيط بس غلاش عشر من جديد الكرة الترجي للتونسي هذا ما زاوي تستغل من لاعب الاولمبي التمرير الممتاز كرة في اتجاه اللاعب رقم ستيفن هاف توزيع ولا تدخل اول الاولمبي الممتاز مباراة فتحية حتى تصير كل مباراة فيها الاهداف يعني في الدقيقة 27 فرصة للفريق الاولمبي الثاني لكن تألق الحارس قيس العمدوني لحد الان سقط ممتاز من الفريقين من جانب الترجي كيف يعني لعب ريسكي كيز بما تراوي لعب المالي باش يضمن يا اما اللعب على البطوله او يجد نفسه معناها بعيد على يلزم معناها على سابا حتى مش تحرمه من نهائي تشامبيونز ليغ الفرنسي ورقه هامه في تشكيله الترجي التونسي ماهوش محظوظ ماراثون مباريات تشامبيونز ليغ بينما لو نفس الفيزي كان في راحه يعني صار في صفحه تشكيله الوقفه الفيزي البدني للترجي واخي كان الزوغي يرفع الكره تحت لوزي بوعزي المصاب فيه اللي قاعد يرحب فيه عوده مع تراوري يوسف اللبناني في المنطقة في وسط الميدان الترجي خاصة كرة من الطرف كي بدل الكرة على الساق يوسف اللبناني يوسف اللبناني أمامه لاعب كوكي يمسك بلاصة وش معزي يعني غير ضمانات اللبناني دخل على